حضرات السيدات والسادة، لقد أفرزت صناديق اقتراع 8 سبتمبر 2021 خريطة سياسية جديدة، وأعطت الشرعية الديمقراطية لتحالف حكومي جديد محملة إياه أمانة تنزيل تعهداته الانتخابية التي كانت سببا حاسما في تبوء مكوناته صدارة المشهد السياسي. وإن إصرار الحكومة على تنزيل التزاماتها بكل جرأة هو خيار نابع من مسؤوليتها تجاه المواطنين، احتراما للثقة التي أسندت لأغلبية قوية ومنسجمة تستجيب لانتظاراتهم بناء على التزامات واضحة. فمن باب الواقعية يمكن القول أن ما تحقق خلال نصف الولاية فاق كل التوقعات والانتظارات، ويترجم حرصنا الشديد على تنزيل مختلف تعهداتنا دون البحث عن تبرير في توالي الأزمات المركبة التي عاشتها بلادنا. وإن إصرارنا على الوفاء بالتزاماتنا نابع من رؤية استباقية للمتغيرات التي يعرفها العالم بأسره، فما الأزمة الصحية وما تلاها من تعقيدات إلا تكريس لصيرورة يعيشها العالم منذ مطلع الألفية الحالية، شعارها تقوية النزعة الذاتية وتكريس الحدود الجغرافية وانغلاق المجتمعات على نفسها. فحالة اليقين التي شهدها العالم أصبحت تفرض علينا التعايش مع تشعب الأزمات وتقاربها واعتبارها واقع يجدر التعامل معه بذكاء للحد من آثاره على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الحفاظ على مختلف المقومات الهيكلية للدولة وتقوية قدراتنا الذاتية. ووعيا بهذه التحديات تمكنا والحمد لله تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك من تطويع الأزمات المتتالية التي أحاطت بلادنا، حينما تفاعلنا معها دون اضطراب في التدبير، معتبرين إياها ظاهرة مستمرة وهيكلية في واقعنا الحالي، كما هو الشأن بالنسبة لظاهرة الجفاف التي عمرت لثلاث سنوات متتالية. وإن الفلسفة السياسية التي نستخلصها اليوم من تدبيرنا المرحلي للعمل الحكومي هو ضرورة الاعتماد على الذات وعلى الكفاءات المغربية وتقوية القدرات الوطنية من أجل بناء الوطن. فقد مكنتنا المنجزات المرحلية من شرعية الإنجاز بعد شرعية الانتخابات، وتكسبنا اليوم شرعية الاستمرار في استكمال تنزيل ما تبقى من برنامجنا بكل ارتياح واطمئنان، وتزرع فينا الثقة.